أهلا صغارة، ضحكت كتير كتير كتير. واليوم رح نحكي عن درس رياضيات قياس السعة. هذه الإبنينة إذا بدنا نعبيها، أي وحدة من هذول رح نعبيها؟ طبعا هاي لأنها أكبر وحدة. خلصنا. بدي أسألك سؤال ثاني. إذا بدنا في عدد مثلا طلاب كثير، بأي وحدة رح نوزع عشان يكفيهم كلياتهم مية؟ بدنا نستعمل هاي عشانها أقل سعتها، وهاي سعتها طبعا أكثر. هاي سعتها نص، هاي سعتها كمان نص مثلها، هاي سعتها قليلة شوية يعني. وأحبكم كتير، إن شاء الله أنكم فهمتوا الفيديو. إذا ما فهمتوا أرجوكم تواصلوا معي وأنا بعيدكم إياه وبفهمكم إن شاء الله. باي.